اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناه كره دوكر. النهارده معانا تقرير عن اللاعب عبد الله الحويطان. عبد الله الحويطان هو لاعب كره قدم سعودي، اسمه الكامل عبد الله سالم الحويطان، ولد 23 نوفمبر 1991، عمره 31 سنه. مركز اللاعب هو مهاجم وهو سعودي الجنسيه، يلعب حاليا مع نادي الاصيل السعودي. مسيرته الشبابيه مع نادي الشرق، اما عن مسيرته في العموم مع نادي الشرق ونادي اللواء ونادي الوصيل. السلام عليكم، بشكركم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.